السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. طوال الفترة اللي فاتت كنا بنكشف الستار عن تطورات الأوضاع فوق الأراضي الليبية. خلال كشفنا الستار عما يحدث داخل الدولة الليبية، كان الذباب الإلكتروني التابع لعناصر الخيانة والعار في قلب الدولة الليبية بيهاجمنا بمعدلات غير مسبوقة، ويقول انتوا ازاي ان كنتوا تتدخلوا في الشأن الليبي، احنا موافقين على اللي بيحصل، واحنا اساسا نمثل الثورة الليبية، وان عبد الحميد لدبيبة واحد من ضمن الرموز اللي بتحاول تحافظ على الاقتصاد الليبي، وان كل الميليشيات اللي موجودة ديت احنا مبسوطين منها، وان الوضع اللي وصلت له دولة ليبيا احنا راضيين عليه. كانوا بيهاجمونا بنفس الطريقة ديت ويردوا علينا بنفس الطريقة ديت. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه دايما، انت دلوقتي عملت الثورة بتاعتك في 17 فبراير 2011 في سبيل انك انت تطيح بمعمر القذافي، في سبيل انك انت بتجيب بديل افضل. طيب ايه رأي حضرتك في النتائج؟ انا مبسوط بالنتائج. انت مين؟ تعالوا حضراتكم شوفوا المعلومات في ذكرى ثورة الخراب بتاعت 17 فبراير 2011 اللي زعموا فيها الخونة والإرهابيين وقوى العمالة والعار في قلب الدولة الليبية. تعالوا شوفوا حضراتكم التطورات، وإزاي إن بالتنسيق مع دول الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تم التخطيط قبل ثورة الخراب 17 فبراير 2011 للإطاحة بالعقيد الليبي معمر القذافي من أجل السيطرة واحتلال دولة ليبيا عشان توصل للنتيجة اللي هي فيها دي. استبروا حضراتكم وشوفوا المعلومات الصادمة عشان نذكر بعضينا في ذكرى ثورة الخراب 17 فبراير. بناء على الثورة ديت اللي اتأثرت بثورات الخراب العربي في تونس ومصر اللي جابت جماعة الإخوان الإرهابيين وحكمت المنطقة في غفلة من الزمن، شعب ليبيا بدأ يتحرك، مش بدأ يتحرك بنفسه، قوى الخيانة والعار وعناصر جماعة الإخوان تم ضخها في قلب الدولة الليبية بدأت تقود تحركات جوه ليبيا مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية ومدعومة من دول الناتو ومدعومة من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وبعض الدول بالمنطقة ودول زي تركيا. يعني ما كانوش بيتحركوا بمزاجهم. ثبت بالدليل القاطع أن الذي تحرك في البداية هم مجموعة عناصر الإخوان. بناء على التحرك ده فوجئنا بأن مجلس الأمن الدولي أصدر القرارات 1970 و1973 في شهر مارس 2011، يا دوبك المظاهرات اتحركت الشهر اللي فات. الشهر ده مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ. لا إزاي هو كده حضرتك؟ طيب ومظاهرات البرازيل اللي كانوا أساسا طالعين ضد الرئيس البرازيلي، انت وقفت ضدها ليه؟ ليه ما حسمتش الموقف بخصوصها؟ لا سعادتك دي مسألة مختلفة. طب في قلب دولة أثيوبيا لما كان أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي بيدك في قلب إقليم التجراي وبيدك في قلب إقليم أوروميا، فخرجت المظاهرات اللي مشارك فيها ملايين من شعب أوروميا وملايين من التجراي كلهم على بعضهم كانوا بيتظاهروا، ورغم ذلك لم تعقد أي اجتماعات بخصوصهم على الرغم من أن رئيس الوزراء الأثيوبي بالجيش الفيدرالي بيدك في الإقليمين دولي على المستوى العسكري. ما تحركتش ليه؟ لا هو ما يتحركش إلا من أجل تنفيذ الأجندة بتاعته. قرارات مجلس الأمن الدولي صدرت تاني شهر بالضبط من اشتعال المظاهرات المنظمة والمدعومة من قبل القوى الغربية. نص قرارات مجلس الأمن الدولي إيه لحظتها؟ الدول الأعضاء التي أخطرت الأمين العام إن الشعب الليبي بدأ يتحرك وإحنا لازم نحميه من معمر القذافي والحشية بتاعته والميليشيات بتوعه. الدول التي أخطرت الأمين العام وهي تتصرف على الصعيد الوطني أو عن طريق منظمات، يعني الدول ديت لو حبت تتحرك على المستوى الوطني كفرد أو تتحرك على مستوى المنظمات اللي هي إيه؟ كان ناقص يقول الناتو عن طريق المنظمات بتاعتها أو
الأحلاف بتاعتها، يعني تتحرك من خلال نفسها أو تتحرك من خلال الناتو أو ترتيبات إقليمية وبالتعاون مع الأمين العام، يؤذن لها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين وإبلاغ الأمين العام بها. المفترض جدلا لحماية المدنيين، تعالوا شوفوا حضراتكم اللي حصل. اللي حصل بعدها كارثة. قوات الناتو في قلب الدولة الليبية قامت بأكثر من 26,500 طلعة جوية، منها 9,700 طلعة تم فيها عمل قصف جوي، ودمرت أكثر من 5,900 هدف بما فيها أهداف مدنية، مدارس، مستشفيات، كل حاجة، لأن الهدف كان تدمير ليبيا. جميع الإجراءات التي اتخذت والجرائم التي كشف عنها لاحقا أكدت أن الناتو خطط لتدمير ليبيا وليس لإسقاط القذافي كما ادعوا. قوات الناتو مجرد دخولها دولة ليبيا أغرقت ليبيا بالسلاح، وأتاحت المجال للمجموعات المتطرفة والإرهابية إن هي تيجي من كل مكان بالتنسيق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، فدخلت الإرهابيين في قلب الدولة الليبية ولا زالوا حتى اللحظة الراهنة. ثم تم الدفع بمجموعات موالية لواشنطن من أجل إحداث الفوضى، وكان من بين أهدافها السيطرة على ليبيا، وده طبعا بيفسر اللي بيحصل حاليا. وحاليا بيتم مد أنابيب الغاز لأوروبا دون حسيب أو رقيب عن طريق أمثال عبد الحميد لدبيبة رئيس الحكومة المقال غير الشرعي. عبد الحميد لدبيبة تم دعمه بشكل كويس جدا مقابل صفقات قذرة. تمد أوروبا وتمد أمريكا بالنفط اللي هم محتاجينه من غير فلوس، وإحنا حندعمك. اخربوها. مضغور ليبيا في 60 داهية، ما يغور الشعب الليبي. أهم حاجة عبد الحميد لدبيبة ومجموعة الإخوان واللي مسيطرين هم والمرتزقة بتوع رجب طيب أردوغان، وهو ده حضراتكم نتيجة ثورة 17 فبراير المزعومة. طبعا في أعقاب الهجمات ديت حلف الناتو ارتكب جرائم حرب سنة 2011، وطبعا الناتو ما تحاسبش عليها. يوم 8 أغسطس 2011، ده الكلام ده بنقوله لهؤلاء الخونة اللي بيهاجمونا بين الحين والآخر لما نكشف الستار عن ذلك الذي يحدث حاليا. يوم 8 أغسطس 2011 ارتكبت قوات الناتو مجزرة بمنطقة مجرفي مجر في مدينة زلتين شرق طرابلس، طبعا قتلت 84 مدني منهم أطفال ونساء. شفتوا بقى الهنا اللي احنا فيه، ادي قوات النت اللي كانت بتدافع عن الاحرار والثوار المزعومين. وفي نفس الشهر قتلوا 13 مدني في مدينة سرت وفي منطقة العرقوب ايضا. لقد خطط الغرب ونفذ من اجل السيطرة على ثروات ليبيا عبر الاجسام المولية له، وهو ما قامت به الحكومات المتعاقبة واخرها حكومة عبد الحميد لدبيبة. طبعا الكلام ده والمعلومات دي القاصي والداني عارفها كويس جدا. ناصر سعيد المتحدث باسم الحركة الوطنية الليبية قال ان الغرب سعى لإخراج ليبيا من المشهد لمدة 50 سنة كاملة والإبقاء عليها دولة فاشلة حتى لا تقوم لها قائمة. ثم قال ان ليبيا بلا سيادة منذ 2011 يتحكم فيها السفراء الأجانب. السفير محمد سعيد القشاط، وده واحد من القيادات الليبية السابقة، قال إن بعض الدول الغربية بتتحكم في المصرف المركزي الليبي عن طريق الصديق الكبير اللي وضعته لإدارة المصرف المركزي الليبي. فاكرين حضراتكم الحلقات اللي كشفنا فيها الستار إزاي إن الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي الليبي كان بيحول بالأمر المباشر مليارات الدولارات من المصرف المركزي الليبي للمصرف المركزي التركي؟ لحظتها البعض هاجمنا. اعتقد ادي السفير محمد سعيد القشاط بيعترف وبيفضح الخونة، علما بان الصديق الكبير واحد من قيادات جماعة الاخوان الارهابيين. شوفوا بقى حضراتكم بالامس مجموعة اطلقت على نفسها ثوار ليبيا. احنا الثوار، نحن ممثلين لثورة 17 فبراير 2011 المجيدة. شوفوا بقى حضراتكم عقدوا اجتماع طارئ بالامس، طبعا قالوا ان ده ملتقى استثنائي وفيه
أعلنت المجموعة ديت عن رفضها عودة أي شخص له علاقة بالنظام السابق اللي هو نظام معمر القذافي، وأنها وحدها متحدثة باسم شعب ليبيا وثورته المجيدة، طبعا في الإشارة لسيف الإسلام القذافي، لأن هو تقدم لخوض الانتخابات الرئاسية في ليبيا. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية كانت أطلقت تصريحات قبل كده، قالت طول ما سيف الإسلام القذافي مرشح للانتخابات الرئاسية مش هنسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية، لأن كون إن سيف الإسلام القذافي يجي ويخوض الانتخابات الرئاسية الليبية يبقى معنى ذلك المشروع الأمريكي في ليبيا فشل، وأنا مش هسمح بالفشل. النتيجة مجموعة الخيانة والعار هي المسيطرة على الوضع، وبيفشلوا أي تحرك لأي دولة بما فيها الدولة المصرية من أجل توفيق الأوضاع ومحاولة تنظيم لقاءات لكل الفرق المتصارعة في قلب دولة ليبيا من أجل التوافق حوالين خطة عمل لإنقاذ ليبيا. يقول لك مصر بتتدخل في الشأن الليبي، يخرب بيت أهاليكم إزاي؟ مصر هي اللي تتدخل في الشأن الليبي بينما دول الناتو والقوى الإرهابية والميليشيات والقوى الغربية اللي عمالة بتنهب في قلب ليبيا دول هم اللي بينقذوا ليبيا بجاحة ما بعدها بجاحة. الكلام ده بنقوله عشان نذكر بعض فقط لا غير، عشان كل الذباب الأزرق ما يهاجمناش ويتصور إن ذاكرة الشعوب العربية مثقوبة. ذلك هو الذي حدث في ذكرى ثورات الخراب العربي، وخاصة الثورة التي حدثت في قلب الدولة الليبية يوم 17 فبراير 2011. لحد تاريخه ليبيا لم تقم لها قائمة، يحكمها الميليشيات، الخونة، الإرهابيين، الفاسدين، مجموعة اللصوص. مش احنا اللي بنقول الكلام ده على فكرة، اللي بيقول الكلام ده هو القيادات الليبية الشعبية، واللي بيقول الكلام ده هو الشعب الليبي، واللي بيقول الكلام ده المخلصين للوطن الليبي، هما اللي بيقولوا الكلام ده، واحنا فقط لا غير بننقل عنهم. لكم الله يا شعب ليبيا.